جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. امرأة توفي زوجها، وفي أثناء عدتها كانت تخرج للعمل لتعيش أطفالها، وتذهب إلى والدها ووالدتها من أجل خدمتهم، وأيضا لتحطب لأخيها المتوفى زوجته وأطفاله صغار، وكل هذا لعدم وجود أحد للقيام بتأدية هذه الواجبات، وكانت تعود وتنام في بيت زوجها. فهل عدتها وحدادها على الوجه المشروع أم أنها خالفت الأوامر؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. العدة عدتي المتوفى عنها الانتظار مدة 4 أشهر و10 أيام، بحيث أنها تنتظر ولا تتزوج، ولا تجوز خطبتها تصريحا في هذه المدة. وفي أثناء العدة يلزمها الإحداد، وهو عدة أمور. أولها عدم الخروج من البيت الذي توفي زوجها وهي فيه إلا لحاجة لا بد منها، فإنها تخرج بقدر الحاجة ثم ترجع إلى بيتها. أما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه يجب عليها البقاء في بيت العدة حتى تنتهي. هذا الشيء. والشيء الثاني ترك الطيب، فالمعتدة للوفاة لا تتطيب بجميع أنواع الطيب. الشيء الثالث ترك الزينة في بدنها من خضاب وكحل وأدوات التجميل والمساحيق، كل هذه تتجنبها وقت العدة. والشيء الثالث الشيء الرابع تجنب لبس الحلي بجميع أنواعه، في يديها وفي حلقها وفي جميع أنواع الحلي تتجنب لبسه حتى تنقضي عدتها. والشيء الخامس تتجنب ثياب الزينة، فلا تلبس إلا ثيابا عادية ليس فيها زينة وليس فيها ما يجلب الأنظار إليها، بل تكون ثيابا عادية ساترة ليس فيها زينة. هذه أمور الإحداد. نعم.